بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. جاء في كتاب التهجد لعبد الحق الإشبيلي صفحة 400 الأثر 1033، قال: روي عن الثري السقطي رحمه الله قال: دخلت سوق النخاسين، سوق النخاسين والسوق الذي يباع فيه الجواري والعبيد، فرأيت جارية ينادى عليها بالبراءة من العيوب، فوقف الناس عنها، فشريتها 10 دنانير والدينار 4 غرامات وربع من الذهب، يعني اشتراها بما يعادل 42.5 غرام من الذهب. فلما انصرفت إلى المنزل عرضت لها الطعام فقالت: والله يا مولاي ما رأيت أحدا في دارنا آكلا نهارا قط. قال: في خير. وتركتها، فلما كان من العشاء أتيتها بطعام فأكلت منه قليل، ثم قالت: يا مولاي بقيت لي خدمة. قلت: لا، يعني قال هات مني شيء يعني. قالت: فدعني لخدمة مولاي الأكبر. قلت: إيه وكرامة. فانصرفت إلى بيت تصلي فيه، وصليت عن العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء، ورقدت. فلما مضى من الليل الثلث ضربت الباب علي، فقلت لها: ما تريدين؟ قالت: يا مولاي ما لك حظ من الليل؟ قلت: لا. فمضت، فلما كان نصف منه ضربت علي الباب وقالت: يا مولاي قام المتهجدون. قلت: يا جارية أنا بالليل خشبة وبالنهار حلبة. قالت: يا ويلاه. ومضت، فلما بقي من الليل الثلث الآخر ضربت علي الباب ضربا عنيفا وقالت: أما دعاك الاشتياق إلى مناجاة الخلاق؟ قم خذ لنفسك مكانا فقد سبقك الخدام. فهاج مني كلامها خاطرا، وأسبقت الوضوء وركعت ركعات، ثم تجسست إليها فوجدتها ساجدة وهي تقول: يا مولاي بحبك لي إلا غفرت لي. فقلت لها: يا جارية من أين علمت أنه يحبك؟ فقالت: يا مولاي لولا محبته لي ما أقامك وأقامني. فقلت لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فدعت ثم خرجت وهي تقول: هذا العتق الأصغر بقي العتق الأكبر. هذه القصة لما صدرت بقوله روية فدل على أنها ضعيفة وفيها ما فيها من النكارة. أولا مثل هذه الأشياء، أن الأصل أن المرأة والجارية مع مولاها، إنما هي لا يحق لها ولا يسوغ لها أن تقوم ليلا أو أن تصوم نهارا في نافلة إلا بإذن مولاها وبعد أن تقضي له وطرهم. وأيضا فيه أيضا من سوء الأدب من الموالي مع ساداتهم بذلك الطرق والضرب الشديد، بذلك الطرق والضرب. والسري السقطي رحمه الله كان من العباد وكان من الزهاد، فلا يخفى عليه قيام الليل، فلا يخفى عليه قيام الليل. وأما قول أنا بليل خشبة فلا يكون ذلك من رجل عرف عنه العبادة وعرف عنه الحديث إلى غير ذلك. وأيضا وقوله وقالت يا ويلا، هذا أيضا لا يكون، لا يدعو على نفسه بالويل والثبور. وأيضا لما قالت بحبك لي لغفرت لي، هذا فيه تألي في الدعاء. وأيضا لما قال لها كيف عرفت كيف علمت أنه يحبك، قالت لولا محبته لي ما أقامك وأقامني، فهذا أيضا فيه من العجب بالعبادة وفيه من الرياء. لكن على كل حال فهي من القصص التي ذكرت في هذا الكتاب، وفيه من أخبار المتهجدين الشيء الكثير، وينصح بقراءته لكي يهيج النفس على قيام الليل. فنحن والله أيها الكرام الفضلاء لا في أشد الشوق لقيام الليل وما فيه من البركات وما فيه من الأجور العظيمات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.